السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في فيديو جديد على قناة تطبيقات دريدي. ضايف إعلانات بانر عندك ولكن الربح بتاعها ضعيف، خليك معانا عشان تعرف إزاي تحقق أكثر قدر ممكن من الأرباح من خلال إعلانات البانر. أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية مشاهدينا ومتابعينا الكرام، إن شاء الله نتعرف إزاي تقدر تحقق أكثر قدر ممكن من الأرباح من خلال إعلانات البانر. في ناس كتير بتستخدم اعلانات البانر ولكن بتحقق منها ربح ضعيف او الربح بتاعها بيكون قليل جدا، فان شاء الله نتعرف ازاي نزود الربح ده ونضاعف الربح ده اضعاف الاضعاف، هو عن طريق ان احنا نحول اعلان البانر العادي الى سمارت بانر. ايه الفرق ما بين البانر العادي والسمارت بانر؟ البانر العادي ما بيتناسبش مع جميع احجام التليفونات، يعني ما بياخدش عرض التليفون في جميع الاحجام، اما السمارت بانر بيتناسب مع جميع احجام التليفونات وبياخد عرض الشاشه كله في جميع التليفونات، وبالتالي بيقدم تجربه افضل للمستخدم، وبالتالي بيكون العائد المادي منه اكتر بكتير من البانر العادي. يعني مثلا لو انت بتكسب من البانر العادي مقابل 1000 ظهور $1، فمن خلال البانر الذكي ان شاء الله تقدر تكسب ارباح 6 اضعاف اللي بتكسبه من البانر العادي، يعني ممكن فيما يقارب $6. وده الكلام ده انا مش بقوله من نفسي كده، ولكن ده عن تجربه شخصيه الحمد لله جربتها في التطبيقات بتاعتي وكانت نتائج ايجابيه جدا، وكذلك الكلام ده من شركه جوجل ادمونز نفسها، وان شاء الله اوريكم الرساله اللي جايه من شركه جوجل ادمونز ونشوفها مع بعض ونقراها ونشوف الكلام ده صحيح ولا ايه. ولكن قبل ما نتوجه لشاشه الكمبيوتر عشان نشوف الكلام ده وكمان نعرف ازاي نحول من البانر العادي للسمارت بانر، اتمنى لو انت لسه ما اشتركتش في القناه انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان تصلك فيديوهاتنا الجديده اول ما تنزل على القناه ان شاء الله وتكون اول واحد يشوفها، وكمان ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان نوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن من الناس والكل يستفيد ان شاء الله. خلينا دلوقتي بقى نتوجه لشاشه الكمبيوتر عشان نعرف الكلام ده ونعرف ازاي نحول من البانر العادي للسمارت بانر. ودلوقتي فتحنا شاشه الكمبيوتر على الرسالة اللي جاية من شركة جوجل ادموب زي ما انتم شايفين كده من شركة جوجل. خلينا بقى نشوف نص الرسالة بيقول ايه. بيقول لك حقق المزيد من ارباح اعلانات البانر من خلال التبديل الى اعلانات البانر الذكي. كويس جدا الكلام ده. فلو نزلنا تحت شوية كده زي ما شفنا وزي ما اتكلمنا وزي ما قلنا ان السمارت بانر بيتناسب مع جميع الشاشات، بياخد العرض بتاع جميع الشاشات سواء تابلت او تليفون عادي. تمام كويس. لو نزلنا كمان شوية كده هنلاقي مكتوب حقق مكسب أكبر بما يصل إلى 6 أضعاف اللي بتقدر تحققه من البانر العادي، يعني كده الكلام صحيح، يعني إن شاء الله لو حولنا من البانر للسمارت بانر نقدر نكسب 6 أضعاف اللي إحنا بنكسبه دلوقتي من البانر العادي. وأنا زي ما قلت لكم إن أنا جربت الكلام ده في تطبيقاتي والحمد لله حققت نتائج إيجابية من أول ما جربتها على طول. فدلوقتي بقى خلينا نتعرف إزاي نقدر نضيف او نقدر نحول من البانر العادي للسمارت بانر. كنا اتكلمنا في فيديو سابق عن ازاي نقدر نضيف اعلانات البانر في التطبيق بتاعنا، فان شاء الله سيب لك الرابط في الوصف اسفل الفيديو تقدر تدخل عليه وتشوف ازاي تضيف اعلانات البانر، لان احنا ان شاء الله هنكمل على الكود بتاع اعلانات البانر، لان التبديل من البانر العادي للسمارت بانر بسيط جدا، مجرد خطوتين بسيط جدا بنغيرهم على كود اعلانات البانر اعلان البانر. فخلينا بقى نعرف ايه اللي هنغيره. زي ما احنا قلنا ان الاختلاف بيكون في عرض اعلان البانر، ففي البانر العادي بيكون العرض راب كونتنت، اما في السمارت بانر هنخليها ماتش بيرن. بعد كده تاني حاجه هنغيرها وهي السايز بتاع اعلان البانر. في البانر العادي بيكون السايز مكتوب بانر، اما في السمارت بانر هنخليه سمارت بانر. هما الخطوتين دول بس اللي بنغيرهم على الاعلان، وبكده بيكون الاعلان يتحول من البانر العادي للسمارت بانر، وان شاء الله كده تقدر تحقق منه ارباح اضعاف اللي انت بتحققها من البانر العادي. وبكده اكون انا وصلت لنهايه الفيديو، واتمنى ان الفيديو يكون عجبك، فما تنساش تدعمني بلايك للفيديو وتعمل اشتراك للقناه لو انت لسه ما اشتركتش في القناه وتفعل زر الجرس عشان تصلك فيديوهاتنا الجديدة أول ما تنزل على القناة إن شاء الله وتكون أول واحد يشوفها. دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.